تم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سعادة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل عقد شراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية، والتي يرأس مجلس أمانتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، لتكون بموجبه شريك رياضات الهلال النسائية لمدة 5 أعوام. وكان هذا الحفل بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لميا بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز تمكين المرأة في الجانب الرياضي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. المزيد من التفاصيل وأجواء الحفل مع زميلنا مبارك الكويكبي. أهمية الموضوع هي الرياضة، الرياضة هذا شيء أساسي في مجتمعاتنا، يمكن من زمان ما كان في فرق تمثل، لكن الحمد لله برؤية المملكة كل التطورات في المملكة صار العمل مؤسسي واحترافي، وإحنا دائما مع هذا الشيء. فهد يعني أبو جار من ساعة ما مسك وأنا يعني تقريبا أزن عليه بشكل يومي إنه متى، وكان دائما يقول لي إن شاء الله إن شاء الله بشري أميرة إن شاء الله، لكن مثل ما قلت هو من نفسه جاء من فترة وقال لي خلاص بإذن الله خلاص. فاليوم إحنا بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لكل مشاريعنا اللي قبل، لكن هذا له طعم ثاني بالكثير، يعني حقيقي شيء مختلف وقلبي مبسوط. أولا سعيد اليوم بإطلاق الفرق النسائية بقيادة الأستاذة روح العرفج وفريقها، إن شاء الله بيوصلون إلى أكثر من 200 لاعبة مع أكاديمية الهلال للفتيات، فإن شاء الله هالألعاب 8 نكون رائدين فيها إن شاء الله، ونهدف لزيادة هالألعاب وريادتها. 2019 كان عدد الموظفات في النادي والشركات تابعة 0، ولله الحمد الآن يتخطون 25 في النادي، سعيدين بعملهم ونتمنى لهم التوفيق. أشكر سمو الأمير الوليد بن طلال داعم مجلس إدارتنا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية على اهتمامه في كل ما يعني تطمح له إدارة نادي الهلال وأيضا مؤسسة الوليد الإنسانية، فأشكرهم على رعايتهم وشراكتهم، دعمهم سيساهم في تغطية كثير من مصاريف الألعاب المختلفة النسائية، فإحنا سعيدين وأوجه له الشكر. الحمد لله يعني شعوري لا يوصف، لحظة تاريخية، وهذه الشراكة بتكون إن شاء الله بذرة الدعم للفرق النسائية وللإدارة النسائية عامة في نادي الهلال، أنها توصلنا وتمكننا أن احنا نكون هذه الفرق ونعطيهم الدعم اللي هم يحتاجونه، سواء من الطواقم الفنية أو الإدارية أو كل الاحتياجات الأخرى، توفير المنشآت وغيرها. فأشكر إدارة نادي الهلال، أشكر أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن نافل على دعمهم هذا وتمكينهم، وبرضو أشكر الأميرة لميا والأمير الوليد بن طلال على تمكيننا وعلى أنهم اشتغلوا على هذه الشراكة وعلى أنها تصير، وإن شاء الله بإذن الله مع رؤية المملكة 2030، رؤية ملكنا ورؤية سمو ولي العهد، أننا إن شاء الله نوصل لأعلى المراحل وبنحقق البطولات مو بس على المستوى المحلي، على المستوى الخارجي. يا رب. الكلمة الأخيرة اللي أبغى أقولها لكل لاعبة أو كل بنت في المملكة العربية السعودية تطمح أنها تكون رياضية، المجال موجود والداعمين موجودين، وأي حلم تحطه في بالها تقدر توصل له إن شاء الله. الله.